وصفة طبيعية لفرد وتنعيم الشعر صالحة لجميع الفئات العمرية. البنات ديالنا نستعملوها لهم دون تخوف، ما فيهاش أضرار، كلها طبيعية وصحية 100%. خليكم معي لآخر الفيديو تشوفوا هذه المكونات الرائعة اللي كاينة ومتوفرة في جميع المطابخ، وعندها فوائد كثيره جدا على الشعر والعلاج ديال الشعر ديالنا. اذا كيف ما كتشوفوا معايا، هذه هي الكريمه او الكيراتين الطبيعي اللي غادي نعالجوا به الشعر ديالنا. البنات او السيدات اللي كيستعملوا السيشوارات بكثره، كيستعملوا الكيراتين الكيماوي بكثره، اشياء اللي كتضرب الشعر ديالنا، هذا هو العلاج الطبيعي اللي غادي تداوموا عليه، وان شاء الله غادي تحصلوا عفوا على شعر صحي قوي، وعلى كذلك خالي من التقصفات وخالي من الجفاف. وان شاء الله غادي تتبعوا هذه الوصفه اللي هي سهله والمكونات ديالها بسيطه وغنيه بالفيتامينات عفوا والمعادن اللي كتعالج الشعر 100%. اذا الكيراتين ديال القرعه الخضراء او الكوسه بالنسبه للصديقات المصريات كيسولوني دائما على المفردات والاسماء ديالها، القرعه الخضراء اللي هي مهمه جدا وغنيه بالالياف المغنيسيوم والحديد اللي كيعالج الشعر ديالنا وكيزول منه جميع المشاكل من تقصفات من جفاف وخشونه. اذا ان شاء الله غادي نتبعوا هاد الكريمه اللي هي طبيعيه وغادي ان شاء الله نعالجوا الشعر ديالنا. الوصفه نقدروا نستعملوها البنات ديالنا، ما فيهاش اضرار، جميع الفئات العمريه كيف ما سبق وقلت يقدروا يستعملوها. كنتمنى انكم تجربوها وتشاركوها مع جميع الصديقات والاصدقاء ديالكم، وغادي نشارككم كذلك فيديوهات قادمه اللي فيها القرعه الخضراء وفيها فوائد كثيره بزاف ديال السيدات غافلين عليها، وطبيعه الحال هي موجوده عندنا. ما نطولش عليكم، غادي نشارككم المكونات اللي غنحتاجو وطريقه التحضير ديال هذه الخلطه او هذه الكريمه الطبيعيه. غنحتاجو القرعه الخضراء، القرعه الخضراء غنيه جدا بالالياف، غنيه بالمغنيسيوم والحديد، الفيتامينات اللي كنحتاجوها باش نعالجو الشعر ديالنا، وكتعطي واحد الملمس حريري رائع جدا، وكنتمنى تجربوها باش تلاحظوا الفرق بنفسكم. غنحتاجو كذلك زيت الكوك، زيت الكوك حتى هو مهم جدا للشعر اللي كيكون خشن، كيكون فيه تقصفات، كيكون فيه لي بوانت، كيعالج بزاف هاد المشاكل اللي كتكون في الشعر. غنحتاجو كذلك للمايونيز، نقدروا نستعملوه في البيت ديالنا، كل سيده كيعرفوا يستعملوه، ونقدروا نحضروه عفوا في البيت ديالنا اولا ناخذوه جاهز كيف ما سبق وذكرت. حتى هو عنده فوائد كثيره لان فيه بروتينات مهمه جدا اللي كتعالج الشعر وكتزول منه الجفاف والخشونه. اذا ثلاث مكونات فقط هما اللي غادي نستعملو في هذه الكريمه الطبيعيه، القرعه الخضراء وزيت ديال الكوك والمايونيز. دابا غادي ناخذ القرعه وغادي ننظفوها مزيان وغادي نقطعوها قطع صغيره. غناخذ اناء فيه تقريبا 3 الكؤوس ديال الماء بارد، وغادي نوضعوها تحت النار مهيله حتى تسلق مزيان. خليكم معايا باش تشوفوا المراحل القادمه. اذا غادي ناخذ القرعه ديالنا، غادي نغسلوها وننظفوها مزيان، وغادي نخليوها بالقشر ديالها، ما غادي نزولو حتى شي حاجه، وغادي نقطعوها قطع صغيره باش نوضعوها تسلق. اذا من بعد ما نظفناها وغادي نقطعوها، غادي ناخذ شي اناء وغادي نوضعوا فيه تقريبا 2 كؤوس او 3 كؤوس من الماء بارد، ونوضعوه تحت النار، ومن بعد غادي نضيف القرعه ديالي باش نخليها تسلق وانا معاكم. اذا وضعتها تحت النار هادئه، ودابا غادي نخليها حتى تسلق تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، ومن بعد غادي تكون جاهزه باش نطحنوها مزيان في الخلاط الكهربائي. اذا كيف ما شفتوا معايا هي تقريبا واجده، سلقات مزيان، خليناها واحد المده ديال 10 ديال الدقائق حتى كتسلق، حنا بغيناها اصلا طيب مزيان، ومن بعد غادي نخليها تبرد وغادي نطحنها في الخلاط الكهربائي. اذا كنخليو القرعه ديالنا حتى كتبرد، ومن بعد غادي نطحنوها في الخلاط الكهربائي باش نحصلوا على كريمه طبيعيه. All right.
اذا من بعد ما كنطحنوا الكريمه ديالنا كنحصلوا على هذا القوام كيف ما كتشوفوا معايا. خليكم معايا باش تشوفوا المرحله المقبله. اذا هذه هي الكريمه ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا اللي غنستعملوا على جوج ديال المراحل. من بعد غادي نضيف ليها المايونيز والكوك من بعد ما ذوبته يكون عاقد. كنخلطوا المكونات مع بعضها باش تمزج لينا مزيان وغنستعملوا على الشعر يكون نظيف. لا بد ما يكون الشعر ديالنا نظيف باش المسام والخصلة ديال الشعر تستجب لينا مع الوصفة. غنفرقوا على جوج وغنستعملوا بحل يعني شي حاجة اللي هي مرطبة او ترطيبة. كنجبدوا مزيان الشعر ديالنا من الفوق لتحت. غنستعملوا على الخصلات كلها ديال الشعر وغنخليو النصف ديال الكمية حتى لاخر مرحلة. ومن بعد غادي نعاودو نخويوها او نديروها على الشعر ديالنا كامل. وغادي نستعملوا البوني ونخليوها المدة ديال ساعة او 45 دقيقة. ومن بعد غادي ننظفوا الشعر ديالنا بالشامبو الطبيعي وبالملين وغادي تلاحظوا الفرق من استعمال الاول. الوصفة مجربة 100% وعندها فوائد كثيرة على الشعر ديالنا اللي غادي تعالجوا بواحد درجة كبيرة. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفة وتبارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء. كنتمنى كذلك انكم تخليوا لي في التعليق الراي ديالكم والنتيجه اللي لقيتوا على هذا الكيراتين الطبيعي. وكنوعدكم اني غادي نشارككم كيراتين من نوع اخر اللي الناس بزاف كيطلبوه ليا في الخاص. وشكرا لكم والى اللقاء مع وصفه طبيعيه مجربه اكيد ان شاء الله.